أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من منهج السلف الصالح امتحان الناس بالأشخاص؟ نعم، من منهج السلف الصالح إذا أشكل الأمر في شخص ما يمتحن بأهل السنة، ماذا تقول في فلان من أهل السنة وهو يعرفه، فإن شهد له بالصلاح وزكاه باطنا وظاهرا فهو ليس من أهل الانحرافات وليس من أهل البدع، وإن ذمه أو تحيل قال لا علم لي به وهو يعرف ثم راوغ في ذلك عرف بأنه ليس على منهج السلف أهل السنة والجماعة. فالامتحان بالأشخاص عند الحاجة إليه جائز، لا حرج فيه.